نبداو بغيت تفرضونا انت باش نجي بعد نوصل لشيء اخر. اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، اليوم في هذا اللايف هذا، وماشي لايف باش اننا نجيو لايف من اجل لايف ولا لايف بموضوع ولا حاله ولا الى اخره. اليوم عندنا اختفاء اللي غامض جدا. فاش نقول لكم غامض غتسمعوا التفاصيل وغتعرفوا علاش غامض. ما عرفناش هذا الاختفاء، هذا هو اختفاء لواحد الام شابه عندها وليد، عنده 5 سنين، مازال صغير. اختفت في ظروف غامضه، كانت كتعاني مع الزوج ديالها. هاد السيده هادي كانت كتصبر اليوم غدا على الزوج، على المشاكل ديالو، على العنف، كان كيتمارس عليها اشد انواع العنف، جميع انواع العنف اللي ممكن تخيلوا كان كيتمارس على هاد السيده هادي. اليوم على غدا، اليوم على غدا، على صبره. واحد النهار زاد جلبته وزادت، واش هربت، واش وقع ليها شي حاجه، واش ديك الزوج دار ليها شي حاجه، هادشي اللي غنحاولوا نعرفوه معكم مشاهدي ومتابعي قناه شوف تيفي. اذا اليوم باش نوريكم بعدا الصوره ديالها قبل ما نعطي الكلمه للاخت والام ديالها. صورة البنت هي هذه، سميتها المولات، ملق كيعيطوا ليها العائله المنى. تقربها باش تبينوا لهم، عافاك بين لهم الصوره. اذا الصوره ديال الشابه هي هذيك كما كتشوفوا معانا، باش الا في حاله تتعرف على شي واحد في هذا اللايف هذا يتواصل مع الرقم اللي خلينا لكم هنا، هو الرقم ديال العائله ديال الاخت ديالها، اللي يقدر انه شافها ولا ربما لمحها هي اختفت بمدينه تطوان، ماشي في طنجه. بانت مشات لك، ها هي اختفت في مدينه تطوان، كانت لابسه جلابه خضراء نيت. اللي يقدر انه يتعرف عليها يتواصل معنا في هذا الرقم هذا. عاود لي بالضبط ومن الاول شنو المعاناه اللي كانت كتعانيها هاد السيده دي قبل ما تخرج من دارها، امتى خرجت، شنو كانت لابسه. عاودي لي جميع، بغيتك تعاودي، ماشي ليا، تعاودي للمغاربه اللي كيشوفوا كل يوم. لا ربما شي حد من خلال هادشي تقول ولا تكون ولا شي حاجه بسيطه، ربما انت تغفلي عليها شي حاجه غير بسيطه، ربما شي واحد يسمعها وربما يعقل عليها. انا اختي دات ولدها للحضانه، دات ولدها للحضانه، قالت لمولات الحضانه في كيتباع الذهب. امتى هادشي هذا؟ نهار الخميس في الصباح مع العشرة شفناها في الكاميرا خارجه من الدار، ماشي بولدها للحضانه. ومني سولت انا مولات الحضانه قلت لها، قلت لها اختي شكون جاب لك ولده، قالت لي انا اختك هي اللي جابته لي. وراها سولتني على الخاتمه الذهب، قالت لي فيه كيتباع الذهب، قلت لها كيتباع في مدينه، قالت لي ديك الساعه كمشات. فاش مشات رجعت للدار، رجعت للدار هزت البزطام في يدها والتليفون، بزطام والتليفون، ما عندها لا حوايج لا والو. ديك الساعه خرجت بانتنا في الكاميرا، خرجت فاش خرجت ما عرفتش واش طلعت للمدينه، واش طلعت للمدينه وتلفت ما عرفتش ترجع، حيت اختي نيه بزاف نيه وما كتعرفش وما قرياشي. الا خرجت ما ترجعش، هي كتخرج مع راجلها وكترجع مع راجلها. انا فاش كانت معايا 3 سنين وهي معايا، فاش جات من جبتها من الجبل 3 سنين وهي معايا كتخرج معايا وكتدخل معايا، فاش جوجت كتدخل مع راجلها وكتخرج مع راجلها، صافي هادشي اللي كاين. وكنت كتشكي لي براجلها ديما قبح معاها كيعنفها كيضربها، ديما كتقول لي اختي كيضربني. واحد النهار تطيحني وسخفني، بقى مني فطنتي قلت لي، قلت له انا
قلت له انا مالي، قلت له قال انت ناس خفتي كتعملي تحرميات، علاش كتعملي تحرميات؟ ضربه اه ضربه حيت هي والده بالعمليه وضربه، وطاحت له تما سخفت له. قال لا، قال علاش كتعملي تحرميات؟ طحتي وكتعملي تحرميات؟ قلت له انا ما عملت لك لا تحرميات لا والو، انت ضربتيني انا ما عقلت على شي حاجه. قالت لي اختي هرست الفراش، هرست الفراش وضربني وخسرت الريدو وضربني، زبل فيا وضربني. فاش طلعت عندو تطوان بقيت كنقول له زعما كشني شنو هو المشاكل زعما بيناتكم؟ قل لي اختي. قالت لي فين؟ قلت له فين هو الفراش اللي مهرس؟ فين هو؟ قال لي هرست الفراش. قلت له ضربتيها؟ قال لي لا ماشي شي ضربه، انا هي داعي هي جبت عليها وصافي ما ضربتهاش. قلت له الريدو اللي مخسر فين هو؟ قال لي والريدوات كاملين مخسرين. فاش طلعت هي قالت لي انا منين جبت الريدو سرسرتو طلع كامل، فعلا داك الريدو مسرسر ومطلع كامل يعني تسرط ما كايناش. قالت لي زبل فيا وضربني. قالت لي انا عيت مع الراجل كيعمل لي جمع الحوايج كاملهم لي جمع الحوايج غير شرعيه غير في القانون غير محللين في الاسلام كيعملهم لي. صافي هادشي اللي كاين، اي حاجه وقعت لاختي جبرناها مسروقه هو السبب، جبرناها خرجت الفساد هو السبب، جبرناها مقتوله هو السبب، اي حاجه فيها هو السبب، اي حاجه خرجت فيها هو السبب ديالها. صافي هادشي اللي كاين اختي، ما كتعرفش خرجت شي وحده وضحكت عليها وداتها الفساد هو السبب، اختي ما كتعرفش هادشي. هو بيدو سقسيتو، قلت له واش عمرك شفت في اختي شي حاجه؟ قال لي عمري شفت فيها شي حاجه. قال لي عمري ما شفت فيها شي حاجه. فوقاش انت دخلتي بيناتهم جيتي وسولتي واش كانت باقا ما اختفات اولا كانت هربت؟ لا انا اختي ديما كتشكي لي، واود من اختفات عاد طلعت نكتشف هادشي. اللي كانت كتشكي لك شنو كنتي كتجاوب؟ كنقول لها غير صبر غير صبر اختي، هادشي راه كلشي حنا كاملين هايدا اختي بالحق، الضرب الراجل راه ما كيضربناش، اما الدابيزه راه كنا كندابزو. كتعاودكم ان راجل كيضرب، ما حاولتوش تدخلوا بيناتكم خيط ابيض اولا تشوفوا ربما عمرنا ما دخلنا فيه، والغلطه ديالنا اللي كنا حنايا ما كنتيش كتحاماو عليها. تحاماو علينا عمرنا دائما ما كنبغيوش ندخلوا، فهمتي؟ ما كنبغيوش ندخلوا، كنقولوا لاختي غير صبر. ها علاش ما كنتيش كتواصل اختي؟ هو فشكيل ما عرفناش، هو ما كيعطيكش الدخله. فاش كنمشيو غير ضايفين عنده، كيبقى شاد غير التليفون وجالس حداك، خاصك انت تقلط وتمشي بحالك، ما كيجمع معاك ما حتى شي حاجه. وقالت لي اختي غنبلج عليه في البيت. اختي وانا كنحصل عليه، قالت لك وصيفطت لي التكرينات من الفيسبوك كيهضر مع العائله ابل الفيديو، مع العائله ابل الفيديو كتصيفطهم لي انا عيما كيبقاوش عندي، كنلعبوا كيمسحوا لي داكشي من التليفون. اما هو كنت عندي غادي نوريه لكم دابا، كيهضر مع العائلات كتقول لي اختي دائما شاد عليه، كما كيعطيني الفلوس ما كيصرفش في الدار مزيان، ما كيشري لي شي حوايج مزيان، ديما كتشكي لي، كيعطيني الطغى اختي، كيعمل لي دائما كتشكي لي به دائما، وانا كنقول لها غير صبر. شحال من زوجة به؟ 5 سنين وما عرفاش شحال بالضبط دابا، شمن عام ما عرفاش شمن عام، ما بقاتش ثابتة عليها شمن. النهار اللي خرجت يكون 6 سنين هايدا مزوجة، النهار اللي خرجت شنو كانت لابسة؟ جلابة في الخضر، هذه اللي وريتكم هي نيس اللي كانت لابساها، اللي في التصويرة نفسها هي اللي لابساها، خارجة في الكاميرا شفتها. وما كاين دابا عليها حتى شي خبر، واش عندها ربما شي أصدقاء ديالها؟ أختي ما كتعمل حتى شي أصدقاء، مرة نهائي ما كتعمل حتى شي أصدقاء أختي أنا. كانت عند الاصدقاء كراه جالسه مع الاصدقاء، علاش هي عاد خرجت تبيع الخاتومه؟ كانت مشات عند الجاره كدقات عليها كانت تعطيني الفلوس، انا خصني نمشي عند خوتي ولا خصني نمشي عند شي واحد، فهمتي؟ هادشي اللي كاينه. واخا الزوج ديالها شنو فاش دابا تختفات مرته، واش كيقلب عليها؟ كيف حسيتو؟ واش ربما تكون عنده يد في الاختفاء ديالها اولا شفتو بحال كيقلب حتى هو كيطلع للكوماساريات حتى هو كلشي. صافي هادشي اللي كاين، ماتقدرش ربما يقدر هو دار شي حاجه ليلى مهما ضربه وسخفت له في يده، يعني قادر يعمل اي حاجه مهما يبان مارس عليك الانسان الجنس راه غير شرع، راه قادر يعمل اي حاجه قادر يعملها. صافي هادشي اللي كاين، لا قوه الا بالله. ميمتي تينا الام ديالها، فوقاش اخر مره هضرتي معها قبل ما تخرج؟ انا يكون سيمانه ما هضرت معها، سيمانه ما درتي معاها. والقلب الويم لا يعلم. سلام انا جيب لي التليفون من عند باباك نهضر معاوي مع المولد. سميتها المولد. وبنتي كانت ما خرجات، هذا سعيد عيطت لخاها ما قال لي والو. نهار السبت مشى للسوق ولا قال لي ما طلع من طنجه دابا، قلت له ناش؟ قال لي سعيده لا تقول لك اجي، ناش تقول لي اجي؟ قال لي ما جذبني نمشي معاها عند احمد عبد العزيز. قلت له انا ما نطلعش، انا باقا ما فضل شغلي
بقى ما طحنت بقي لي الزيتون في الخدم. مشى خرج يهدر معاها قالت له قول لا تجي. مشيت عندها نهدر معاها قلت لها سعيدة اش كاين؟ قالت لي لا قلت انا بنتك عزيزة عندك دابا تكون معايا تمشي معايا عند احمد عبد الزيد. انا طلعت طلعت دخلت للدار ديالها جبرت على بنتها واختها جالسين قلت لهم فيني سعيدة؟ قالوا لي طلعت انت طوان. قلت لهم نش؟ قالوا لي طلعت خرج شي ورقة الرخصة باش دبني بيها. تاقت ني دخلت حاجة من طوالت توضت وخرجت بحيك وربي قال لي علي كذبوا عليك. خرجت عند بنتها واختها قلت لهم عرفتم هاد الهضرة ماشي صحيحة دابا انا قلبي قال لي ولا خدمتوا عليا عمري ما نسمح لكم. هادي عيطت لمرت خاها حسنة جات قلت لها تا حجيبه ما شاء قالت لي واش نشهدوا لها طلبوا لها ثلاثة شهود من عائلة. شبرنا وتشبرت انا وبنتي ومرات ابني وطلعنا طلعنا وصلنا هذه كانت في واحد المكتبة ني كانت في ديك المكتبة قلت لهم مساعدة اش لقيت تما؟ قالوا لي عواقفة. قلت لهم سيروا تسخروا اغلوا تسخروا انا ما نرضاش ندخل يدي خاوي عليه الراجل الراجل معنف مكبر مع راسه طافي. قلت لهم انا ما نرضاش منه ندخل يدي خاوي. قالوا لي تندخلوا ونخرجوا. قلت لهم تضانوني العايل الله دي 20,000 حسنة ومشي تسخر بيه ما تسخروش. هذه كعبت وجات عندي لتدرعني لتدرعني ودبكي قالت لي يا إما إلا بغيت تقتلني هنا قتلني. المولى أختي خرجت نهار الخمس الصبح جيت أنا غوت وخذ لها نبكي بنتي 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 واش عالت درفازة لي تفرج جينا قلت له واش عالت درفازة بنتي متلوفة وانتي شعلت برفازة بالله وما بنت بنتي تنفت لك. قال لي وكل شي ردوا لي لي. قلت له انتي السبب ديالو بنتي نية ما لا تعرف فيه تمشي ما لا تعرف فيه تجي وانا مزوقة فيكم الا كشبرة شي واحد يتلقى كما كانت يتلقى ويركبها كاروجين عندي انا قبل عليها واخذ كل حن في القفة. انا مزوقة فيكم رانتوما بخذكم ورانتهما ببلادكم ورانتهما بإماكم الله يهديكم إلا كشبرة شي واحد تلقى ما عنده ما يشوف وراه تينك تشوك يقدر يكون شي واحد شبرة بنتي ما تقلش ما تكون شي هربت طجت صافي عيات من ديك الراجل اللي دائما كيتعنف عليها الوليده. لا 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 هي قالت اختار مشات باش تشري باش تبيع الخاتم ديالها وباعت خاتم ديالها تقدر تكون هي بغات تهرب لا ومني دهربني بدي مشي تجاتني هنا لا هربت تجد عند اختها ربما عند... قالت ربما قالت انا عيت كنشكي له ما عند عمتها نعم تقدر تكون انا الى 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 التجأت عائلتها تيقولوا رجع الرجل انت انا بالعمليه وجات كمشي ديها في يده جيت انا قلت له انا بالعمليه وانت ما ديديها انت ما ماشاش جلست ديك العائله قلت لها سعيده سقصي اختك شفت الحاله ديالها ما عجبتنيش شو سقصي اختك جيت هي سقصيتها قلت لها جي يا بنتي شنو اللي يتكرفص عليك؟ قالت لي ايه لا يتكرفص عليا لا يتكرفص عليا ما لا يعطيني الهاميه ما لا يهدر معايا ما لا يجمع معايا من الخدمه للبيت ومن البيت من الخدمه هذا الشيء اللي كاين بحال ماشي مراه هي دازت ما كتعمل له الشغل وتقضي له حوايجه وصافي ما يخلي لها حتى 5 دراهم في الصباح في الدار نيكه هنا في طنجه كان راجل شهوة في الدنيا معاه نبقى عليها تدهن تطوان باش ما يبقاو خوثة يمشيو عندها باش هي ما تجي خوثة وانا بنتي في مكاني في دهران بنتي كانت في الارض دهران كانت في السماء هبطة انا ما نقوزو شي وخنقوز راسي خنقوز راسي بنتي دهراني هو السبب دي بنتي شو ديكلاريتو؟ اه شينا فين نزلتو هنايا في طنجة ولا في تطوان في زوج الكوماساريات قال لي لما الى ما دهرتي معنا دابا قال لي نمشي معنا فين طيشوا عليها واش هي بدك الدار باش نمشي ندوق عليها ونخرجها انا التصاور ديالها باش نفرق كاملين على كد لي اصطافك الى دهرت زعما قال لي الى دهرت عارفه عندك هذا الشيء اللي كاين الحبيبه
الا كانت كتشوف فيك الوالده، الا كانت بخير، الا كانت بصح هربانه وما وقع لها حتى شي حاجه، الا كان هي هربت من ما هذا الراجل، شنو تبغي تقول لها؟ نقول لك الا هربت تجي في حاله انا نطلقها منه ونخسر عليها، نبيع الشعر دراسي ونبيع البلاد ديالي عليه. ما رجعاش راجل، ما رجعاش من ياش من شو راجل، من شو راجل عيث من هذيك معاه، عيث من صبر معاه، جي لي عا بنتي قالت خصها تطلق نطلقها منه صافي نجيب لها ابنها. قلت له عطيني العائل، قال لي لا. قلت له نش، قال لي هيدك بغاش يعطيك لا باباه، قال له ورا العين طلعوا معايا، قال له لا انا ابني ما نطيه تن واحد، ما يخلي ولده معاه. راجل عنفي، راجل كبران يافه، راجل يجيب له الله، هو محمد السادس. ماتني ما كايناش، ما كاينش شي واحد الله يهديك الحادثة، يجيب له الله هو العالم. الله يهديك بالحق. انا كان عندي موقر وكان عندي من نحشم منه وكان عندي مستحيا الى عمري في الدنيا علت عيني فيه، وإلى عمري في الدنيا قلت له شي حاجه خلت عليه جبرته لي قلت له بالعود الشطابه. حصلتي كي داروا الله يا ودي هنا في طنجه. شنو عملتي؟ جبرته غوت عقوته وسرف الجنود. الله يطولك في العمر الله يحفظ. إذن مشاهدين سيده هاي عاود بينا عافاك، عاود قرب عليها. اختفت بهاد الجلابه هادي، هاد اللبس اللي كتشوفوه دابا حاليا هيدا اختفت نهار الخميس، يعني اليوم 7 ايام غدا 8 ايام على الاختفاء ديال السيده. 8 ايام دابا اليوم 7 ايام غدا 8 ايام والسيده مختفيه بهاد الجلابه هادي ما كتشوفوا. بهاد الجلابه هادي خرجت، بهاد الجلابه هادي ما عاودتش بانت كيف ما سمعتوا المعطيات هي حداكم. الرقم حنا خليناه لكم في العنوان، ها هو تما الرقم، هذاك الرقم ديال عائلتها اللي شافها ولا شافها اختفت مدينه تيطون كيف ما سمعتوا معنا. اللي شافها الله يجازيكم بخير، تواصلوا مع ولو تكون كانت دازت غير بحداكم غير شفتوها، شوف شي بلاصه ربما تكون هذاك هو الاثر ولا هذيك النقطه اللي يقدروا يبداو منها هما كيقلبوا. البوليس دابا هما كيقلبوا معاهم.